يقول: صليت وعلى يدي شيئا بسيطا من الغراء، ما حكم صلاتي؟ إذا كان هذا الغراء قد ستر الجلد، تجمد على الجلد ولم يصل الماء إلى ما تحت الغراء، فصلاتك غير صحيحة، لأن وضوءك ما هو تام، ناقص. فعليك أن تزيل الغراء حتى يظهر الجلد الذي تحته، ثم تتوضأ من جديد، ثم تعيد الصلاة.